فحص اليوريا عن طريق زفير الكربون 13 HCBT02. يسرنا تزويدكم بمعلومات التشغيل لنظام هيدواي لفحص اليوريا عن طريق زفير، والذي يعد أداة تشخيصية متقدمة للكشف عن جرثومة الملوية البوابية. يمتاز الاختبار بأنه دقيق بدون غرز أو حقن وسريع، وفيما يلي طريقة العمل: تحضير جهاز الاختبار والملحقات، جهاز تحليل اختبار الزفير، جهاز كمبيوتر، طابعة، مجموعة اختبار زفير كبسول اليوريا الكربون 13، مياه شرب، جمع العينة. يجب أن يتم الاختبار على معدة خالية أو بعد ساعتين من تناول الطعام. اكتب معلومات الشخص على حقيبتي التنفس وعلى التوالي. قم بفتح غطاء حقيبة التنفس الزرقاء. يحافظ الشخص على تنفس طبيعي، ثم يحبس أنفاسه لمدة 5 إلى 10 ثوان، ثم يزفر النصف الأول من الهواء، ثم يزفر النصف الآخر في حقيبة التنفس الزرقاء مع ربط الغطاء. يتناول الشخص كبسولة يوريا الكربون 13 مع 80 إلى 100 ملي من المياه، ثم يجلس ثابتاً لمدة 30 دقيقة. قم بجمع عينة زفير ما بعد الجرعة في حقيبة العينة الوردية بنفس طريقة جمع عينة التنفس الأولى. فحص العينة. قم بإخراج عينات التنفس الطبيعي وما بعد الجرعة. قم بتوصيل العينات بالمداخل المناسبة. عند توصيلها بشكل صحيح ستضيء مؤشرات المدخل. اكتب معلومات الشخص. انقر على زر التشغيل للفحص. سيتم حفظ نتيجة الاختبار تلقائياً عند اكتمال الاختبار. اطبع النتيجة. مع توصيل الكمبيوتر، سيتحول مؤشر الحالة للبرنامج إلى الأخضر عند التوصيل بنجاح. قم بتوصيل عينات الزفير العادي وزفير ما بعد الجرعة بالمداخل المناسبة. عند توصيلها بشكل صحيح، سيضيء مؤشر العينة على واجهة برنامج التشغيل. املأ معلومات الشخص وانقر على زر التشغيل. سيتم حفظ نتائج الاختبار تلقائياً عند اكتمال الاختبار. اختر الاختبار وانقر على طباعة لطباعة النتيجة.